أهلا بحضراتكم. تنقل قناة الناس صلوات وتكبيرات العيد من 23 دولة على مدار يومين بمشايخ وأئمة مصريين موفودين من وزارة الأوقاف. ومن هذه الدول ألمانيا وسويسرا وفنزويلا وكندا وأستراليا ومدغشقر وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية والأرجنتين وإيطاليا وبوليفيا وفنزويلا. للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور يوسف عامر، رئيس القطاع الديني بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك وكل المشاهدين الكرام، وكل عام وحضراتكم بخير، ومصر الشعب العظيم والقيادة الحكيمة وكل دول العالم العربي والعالم الإسلامي وكل المسلمين في العالم بخير وتقدم واستقرار وأمن وأمان ورخاء إن شاء الله سبحانه وتعالى. أهلا بحضرتك يا فندم. نتحدث عن نقل تكبيرات وصلوات العيد من 23 دولة على مدار يومين، حضرتك كيف تقرأ حرص الدولة على إفاد مشايخ وأئمة مصريين لإحياء مثل هذه المناسبات الدينية بين أبناء مصر في الخارج؟ حضرتك بطبيعة الحال مصر دولة ذات حضارة متعددة الروافد العريقة. مصر فيها الحضارة المصرية حضارة بتقوم على أسس قوية، الحضارة الفرعونية ثم الحضارة المسيحية ثم الحضارة الإسلامية، وحدث تمازج بين هذه الحضارات، وبالتالي مصر هي مركز للحضارة ومركز للعلم، خاصة مركز للعلم. بما ان احنا بنتكلم عن مناسبة دينية اسلامية، هي مصر المركز العلمي الوثيق والثابت والصحيح في كل ما يتعلق بأمور الدين، وبالتالي كان كذلك من الطبيعي ان الدولة المصرية ذات القوة المتعددة ان تهتم بهذه القوة الناعمة وترسل علماءها وخطبائها وأئمتها وقراءها القرآن الكريم ومنشديها إلى مختلف دول العالم. الحقيقة حضرتك تفضلتي مشكورة وقلت معلومة يعني هي بالفعل حقيقية واقعية، إن بيتم دلوقتي على مستوى 23 دولة في العالم إن شاء الله النهاردة وبكرة بيتم النقل لصلاة العيد بعد ما كان هؤلاء العلماء البالغ عددهم تقريبا حوالي 88 عالم أئمة وخطباء وقراء ومرشدين بيأموا الناس وبيقدموا الدروس الدينية في مختلف مساجد 23 دولة أثناء أو طوال شهر رمضان المبارك بالتعاون مع وزارة الأوقاف، وإن كلهم موفدين من وزارة الأوقاف وبيمثلوا العلماء الأزهر الشريف، يعني علماء من الأزهر الشريف وعلماء من وزارة الأوقاف. وتم النقل الحقيقة على شاشة قناة الناس وغيرها من خلال التعاون القوي والمستمر مع قناة القاهرة الإخبارية العظيمة اللي احنا كلنا بنفتخر بيها. شيء مهم جدا هو بس علماء مصر هم اللي كانوا بيصلوا في رمضان وبيصلوا ويؤدوا تكبيرات العيد ويصلوا صلاة العيد في 23 دولة فقط. الإجابة لا. ليه؟ لأن حضرتك احنا عندنا كل دول العالم منها خريجين من الأزهر الشريف موجودين بالفعل في كل دول العالم، وبالتالي هؤلاء الخريجون هم الذين يأمون المصلين في طوال شهر رمضان، وهم كذلك الذين سيؤدون تكبيرات العيد وصلاة العيد إن شاء الله. دول حضرتك برضو بالإضافة إن في مصدر ثاني، يعني إحنا عندنا الموفدون من وزارة الأوقاف اللي عددهم 88 في 23 دولة، ده بالفعل مصر أوفدت هذه المجموعة من العلماء الكبار وبيقوموا بهذه المهمة.
لكن عندنا مصدر ثاني زي ما انا ذكرت لحضرتك اللي هو خريجو الازهر الشريف. في مصدر ثالث حضرتك وهو العلماء اللي بييجوا يتدربوا اللي هم الأئمة والخطباء اللي بييجوا يتدربوا في أكاديمية وزارة الأوقاف وبيتدربوا في أكاديمية الأزهر الشريف وكذلك يتدربون في دار الإفتاء المصرية وكذلك الأئمة والخطباء من مختلف دول العالم الذين يتدربون في رابطة خريجي الرابطة العالمية لخريجي الأزهر الشريف. كل دي حضرتك مصادر لتدريب الأئمة والخطباء سواء اللي هم درسوا في الأزهر الشريف أو اللي هم ما درسوش في الأزهر الشريف، وبالتالي تقريبا كل دول العالم اللي بيكبر بصلاة العيد واللي بيصلي بالناس بصلاة العيد واللي صلى بالمصلين طوال شهر رمضان العظيم واللي بيدي الدروس كلهم من الأزهر من مصر يعني نهلوا العلم من مصر ومن أزهرها الشريف. ده حضرتك برضو السؤال ليه؟ لأن كل دول العالم تثق تماما، كل المسلمين في العالم يثقون في مصر وفي تبني مصر للفكر الوسطي المعتدل، لذلك هم يرسلون أبناءهم وبناتهم للتعلم في مصر وللتربية المعرفية الصحيحة التي تؤمن بثقافة أو التي ترتكز على ثقافة التنوع، بترتكز على ثقافة التعاون مع الآخر والتكامل معه. لهذه الأسباب مصر بتتمتع بكثير من القوة، منها هذه القوة العلمية في المجال الديني الخاص بالدين الإسلامي. نعم حقيقة دكتور يوسف حضرتك تحدثت بشكل تفصيلي عن هذه المنحة من الدولة المصرية، زي ما حضرتك تحدثت وقلت نشر تعليم الدين الإسلامي الوسطي الصحيح، تحدثت بالأرقام عن عدد الوافدين، تحدثت عن خريجو الأزهر الشريف الموجودون الآن في كل دول العالم، وأيضا تحدثت عن الكوادر التي تقوم الأزهر بتدريبها داخل مصر. الحقيقة مجهود كبير وعظيم من الدولة المصرية. دكتور يوسف عامر رئيس القطاع الديني بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم، شرفتنا ونورتنا، كل عام وحضرتك بخير.